يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى دخول شاحنات الوقود. وشهد المعبر اليوم اصطفاف أكبر عدد من الشاحنات للمساعدات التي تستعد للدخول تباعا لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة، في ظل إجراءات التدقيق الصعبة من قبل القوات الإسرائيلية التي تعرقل وصول أكبر عدد من المساعدات. المزيد مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام معبر رفح البري. لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر بوابة معبر رفح التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول هذه المساعدات. ربما اليوم نلاحظ أنه من أكثر الأيام التي يتواجد بها أكبر عدد من الشاحنات المصطفى أمام بوابة معبر رفح تمهيدا للدخول، ولعل الصورة تكون واضحة الآن من اصطفاف هذه الشاحنات، بعض الشاحنات التي تحمل أطنان من الدقيق وأيضا الخضروات، بالإضافة إلى بعض الشاحنات التي تحمل بعض المستلزمات النظافة الشخصية وأيضا الأدوية والمستلزمات الطبية. كل هذه الشاحنات على مرمى البصر تصطف أمام المعبر تمهيدا للدخول في الدفعة الثانية عقب دخول الدفعة الأولى التي دخلت صباح هذا اليوم. هذا بالإضافة إلى الشاحنات التي تتواجد خارج معبر رفح في ساحة الانتظار، بالإضافة إلى الشاحنات التي تتواجد أيضا في مدينة العريش وتأتي تباعا للدخول. عندما تحدثنا اليوم مع بعض السائقين عن كم هذه الشاحنات التي لا حصر لها، تحدثوا على أن عدد الشاحنات تخطى الآلاف المتواجدة أمام معبر رفح وأيضا في مدينة العريش، لكن يتبقى على الجانب الإسرائيلي أن يسمح بدخول أكبر عدد من الشاحنات، لأن هناك بعض الإجراءات والتدقيق في هذه الشاحنات يأخذ بعض الوقت، وأيضا يعني تقوم القوات الإسرائيلية بعودة ورفض بعض الشاحنات والمساعدات وعودتها مرة أخرى إلى معبر رفح لتنتظر الدخول في دفعات متتالية. بالإضافة أيضا إلى هذه الشاحنات، التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي أعلن عن انطلاق القافلة السابعة التي انطلقت من القاهرة وربما ستصل مساء اليوم إلى معبر رفح البري تمهيدا لدخولها عقب بالطبع القافلة السادسة التي دخلت إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى شاحنات الوقود أيضا التي تدخل تباعا إلى القطاع وأيضا استقبال الجرحى والمصابين. إذن مجهودات مصرية كبيرة لدخول المساعدات الإنسانية المختلفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.